نبدي من فقرة الصور الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ويانا مجموعة من الصور، نبديها من الصور اللي وصلت من بغداد. هذه الصورة مجموعة من الصور حقيقة كثيرة انتشرت بشكل كبير، وهي الحملة اللي قبل يومين كانت في شارع المتنبي في بغداد تحت عنوان تعطر إنها سنة. تحياتنا للشباب اللي ما شاء الله رغم البرد رغم الأوضاع الأمنية لكن يقومون بحملات رائعة وغريبة مبتكرة. احنا تعودنا على فقط تنظيف الشوارع، بدأت حملات مبتكرة وهي يعني جاي نشوف الصور. رش العطور على الناس، زرع البسمة. احنا نعرف العطر له تأثير جدا كبير، يعني اللي دارس عن هذا الموضوع أو قارئ عن هذا الموضوع يعرف انه العطور لها تأثير نفسي على الإنسان، والقصد منها هو زرع المحبة والبسمة والفرح بين الناس. اختيارهم للمكان كان موفق، واختيارهم ايضا انه يعني شباب بنات وولد كانوا مشاركين في هذه الحملة، وايضا اختيارهم للعطور نسائية ورجالية، وحتى اطفال تم رشهم بالعطر. واحنا يعني الصور اللي وصلت اكثر من 15 16 صوره كلها كانت بها ابتسامه وفرحه، والكل مؤيد لهذه الحمله. تحياتنا للشباب، وحلو انه يكونون هم ابتكار للحملات بهذا الشكل الرائع والجميل، وان شاء الله فعلا تكون ايامنا كلها محبه وخير وسلام، وان شاء الله نشوفهم باماكن اخرى متفرقه في مدينه بغداد وكل المدن العراقيه. ليس حصرا انه بس بشارع المتنبي، خلي يكونون موجودين باكثر من منطقه حتى الناس تتعرف عليهم اكثر واكثر. طيب نروح للصوره الثانيه. الصوره الثانيه طبعا هو خبر على المواقع الالكترونيه. الخبر يقول انه نزوح كثير من العوائل من الانبار. نعرف انه هناك وضع مرتبك في الانبار، بداوا ينزحون الى المدن الامنه، وراحوا الى هذه الصوره في كربلاء حسب ما قالت المواقع الالكترونيه. الاخبار ناقلتها بشكل كبير المواقع فنزلت هذه الصوره. قضية مهمة يمكن اختيارنا لهذه الصورة، إن كانت حقيقية فهو احنا بلد واحد. ابن الأنبار من يروح لأي مدينة فهو بلده، ومن حقه أن يروح لأي مكان، خاصة إذا تعرضت مدينته أو مكانه إلى خطر معين. قبل فترة كان في ديالة هناك زلازل، أيضا نزحت العوائل وراحت إلى غير مدن. في البصرة والمحافظات الجنوبية من صار فيضانات، أيضا نزحت العوائل وراحت إلى غير مدن. الموضوع مو غريب، هناك بعض التعليقات المتشنجة من بعض الناس إنه ابن الأنبار ما يطلع من الأنبار وما محتاجين، إحنا بلد واحد. بعض العنجة هي خلينا نسميها، وبعض التعليقات الغير مقبولة من بعض الناس، ورحنا شفنا صفحاتهم. يعني أنا كنت كان عندي الفضول أنه أروح أشوف صفحاتهم، رحت شوف صفحاتهم منزل صور أنه لا للطائفية وإحنا بلد واحد. طيب أنت كيف تنادي وعندك شعارات بأن لا للطائفية وإحنا بلد واحد وإيد واحدة ولازم نتكاتف، وأنت بنفس الوقت علقت على هذه الصورة بأنه إحنا يعني أهل الأنبار ما محتاجين أن يطلعون؟ لا، أهل الأنبار يحتاج إلى ابن كربلاء، وابن كربلاء يحتاج إلى ابن الأنبار، وإحنا إيد واحدة. ومن يصير في مكان معين خطر خلينا نفتح احنا بيوتنا. عجبتني الحمله اللي في البصره حاليا انه هناك بعض العوائل راح تجي الى البصره. المتطوعين اللي احنا بين فتره وفتره كنا ناخذ اخبارهم وقفوا كل الحملات المتطوعيه، وراح يبدون حمله من اجل اهل الانبار لفتح منازلهم وايضا تقديم المساعده. هو هذا العراقي فعلا، انه احنا نتعاون في وقت الشده ونفتح بيوتنا وقلوبنا ونتساعد فيما بيناتنا. التعليقات المتشنجه صار لنا كم يوم نحكي بالموضوع ونظل نحكي بيه. اتركوا حمله ايش لحد الان مستمره. لو تتكلم خيرا، لو ماكو داعي انه تحكي وتعلق تعليقات متشنجه وبالتالي يتحول تغير الموضوع واخذ مسار اخر. طيب هذا هو يعني اهم موضوع في هذه الصوره. نروح الى الصوره اللي بعدها. هذه الصوره اهداء، هذه انتشرت على تويتر طبعا في احدى الدول، لكن للاسف ما مكتوب اين هي. هذه اهداء لكل المعلمين والمدرسين، ما نقول احنا نفذوها بالضبط كما هي. نعرف انه قبل الامتحان يكون الى وضع خاص، رهبه خاصه الامتحان. هذه المعلمه او المدرسه قبل ما يدخلون الطلاب الى القاعه الامتحانيه وضعت لكل طالب ورده مثل ما نشوف هذه الزهره، ووضعت لهم قطعه من الحلوى وايضا ماء حتى تخفف يعني من طالب يدخل ويشوف انه هناك من مستقبله بالورود،
ومستقبله بالاكل الشرب والمأكل نوعا ما يخفف. اكو هناك معناتها كود، اكو تعاطف حتى يرتاح، يقول معناتها الاسئله اكيد تكون مقبوله وممكن ان تحل. هذه هداء منا انه احنا الكلمه الطيبه على الاقل، ما نقول احنا جيبوا حلوه ونجيبوا ورود، وانما الكلمه الطيبه صدقه. احنا عندنا دائما، وهذا حتى مرت بينا، انه يلا دخلوا تفتيش ويعني ارباك قبل الامتحان. هذا موجود في كل مدارسنا للاسف، المدارس يعني وحتى الجامعات العراقيه، انه في فتره الامتحانات يدخل رئيس القسم او عميد الكليه او المدير يعني بعصبيه انه يفتش الطلاب وكانه شايل سلاح او حزام ناس، فبالتالي هاي تاثر على نفسيته سلبا، وراح تخليه ارتبك، ما راح تخليه انه يفهم الاسئله او يركز بالموضوع اللي جاي حتى انه يجاوب عليه بصوره صحيحه. طيب نروح الى الصوره الاخيره من الصور اللي اهل المدينه يعني احنا كبرنامج نعتني بها، وايضا اهل المدينه كأهالي يهتمون بها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيارهم لصور للحيوانات للدلالة على الرحمة والمحبة بيناتهم. من كان يعني يتوقع أنه القطة اللي هي غذائها الطير أن تكون بيناتهم هذه الرحمة وهذه المودة؟ هذا المفروض أنه تضرب لنا مثل هذه الصورة، أنه إحنا نكون دائما متراحمين، أنه الإنسان هو أبو الرحمة، هو المفروض يعلم. إحنا هسه بدينا نتعلم للأسف يعني نتعلم من الحيوانات.